ومكملين مع بعض يا شباب في حل السؤال رقم 19 صفحة 219، يعني ماشيين الرقم مع بعضه. أسئلة متنوعة. رقم 1، رتب المحيطات الزهرية في الظاهرة النموذجية من الخارج للداخل، هما كام محيط؟ 4. طيب المحيط الأول إيه هو؟ الكأس. المحيط الثاني إيه هو؟ التوي. المحيط الثالث إيه هو؟ الطلع. المحيط الرابع إيه هو؟ المتاع. طيب كده خلصنا الترتيب بتاع المحيطات الزهريه. رقم 2، بيقول لي وضح بالرسم مع كتابه البيانات تركيب الزهره النموذجيه. تركيب الزهره النموذجيه موجود عندك وحلينا عليه اسئله كتير، هتعرف ترسمه؟ تمام. مش هتعرف ترسمه قول لي وانا هعلمه لك واحده واحده في الفيديو، واحده واحده خالص ماشيين مع بعض خالص عشان خاطر ما نحرقش وقتنا في الرسومات، زي ما اتفقنا في سؤال الرسومات اصلا كنسلناه قلنا كله معتمد عليك انت. تمام. سؤال رقم 3، ليست كل الازهار ثنائية الجنس يتم فيها التلقيح ذاتيا، فسر ذلك مع التوضيح بمثال. انا عندي في ازهار ثنائية الجنس المتق والماسم ما بينضجوش في وقت واحد، فعشان كده بيتم التلقيح فيها خلطيا زي مثلا عباد الشمس. تمام. رقم 4، كيف تميز من الشكل الخارجي بين زهرة ذات تلقيح حشري واخرى ذات تلقيح هوائي؟ من الشكل الخارجي ان اللي التلقيح فيها بواسطة الحشرات بيبقى البتلات ملونة رائحتها زكية وحبوب اللقاح لزجة وخشنة. طيب بالنسبة للتلقيح الهوائي او بالتلقيح بالرياح بيبقى الزهرة فيها المتق مدلاء والمواسم ريشية لزجة، حبوب اللقاح جافة وبتنتج بقى بأعداد كبيرة جدا. سؤال رقم 5، اذكر طرق كل من 1، التكاثر الخضري الطبيعي لا اما بالرياح لا اما بالحشرات. رقم ب، التكاثر الخضري الصناعي. التكاثر الخضري الصناعي لا اما بالتعقيل لا اما بالتطعيم لا اما بزراعة الانسجة. تمام. عندك انت الطرق بقى. رقم ج، التكاثر بالتطعيم لا اما باللصق لا اما بالقلم زي ما اتفقنا عليها في الفيديو اللي فات او في الفيديوهات اللي فاتت عموما يعني. رقم د، التلقيح الخلطي، عندي لا اما بالرياح او بالهواء يعني لا اما بالحشرات لا اما صناعي، ثم اشرح واحده منها. انا عندي مثلا لو قلت لك الرياح بيحصل ايه في التلقيح الخلطي بواسطه الرياح؟ بيحصل ان انتقال حبوب اللقاح بواسطه الرياح من متق زهره الى مياسم زهره اخرى من نفس نوع النبات، وشكرا على كده. عايز تقول بالحشرات تشيل الرياح تحط حشرات عادي خالص. طيب سؤال رقم 6، اذكر نوع التكاثر الخضري في كل من النباتات التاليه. المانجو، تكاثر خضري صناعي. طب طريقته بالتطعيم عن طريق اللصق. تمام. واتفقنا ان المانجو مشهوره جدا وهتجي لك في الامتحان كده كده. طيب قصب السكر، قصب السكر بيتم بالتكاثر الخضري الصناعي بطريق التعقيل. تمام. عشان عقله كده يعني. رقم ج، هو العقله هنا بتاخد جزء مثلا من جزء من النبات مش العقله بتاعت عقله القصب، ماشي عشان خاطر تبقى عارف. البطاطا بتبقى تكاثر خضري طبيعي بالدرنات. تمام. عشان درنات البطاطا. رقم د، المشمش، تكاثر خضري صناعي بالتطعيم. رقم ه، الورد البلدي، تكاثر خضري صناعي بالتعقيل. رقم 7، قطع ابراهيم درنات بطاطس الى عده اجزاء وقام بزراعه كل منها بشكل منفصل. الف، هل تعتبر البطاطس ساق ارضيه ام جذر عرضي؟ على طول البطاطس ساق، ساق ارضية، انما البطاطا هي الجذر عرضي. طيب رقم ب، لماذا لم تعطى بعض الاجزاء المزروعة درنات جديدة بالرغم من توافر كل الظروف الخارجية المناسبة لنموها؟ على طول انا اللي بيتم عندي انتاج درنة جديدة جزء البرون، فاللي مش هينتج يبقى مفهوش برون. تمام. رقم 8، اخبرك صديقك انه لاحظ ان احد اشجار النارنج بها فرع ينتج ثمار من البرتقال، ما صحة ذلك؟ الراجل ده بيتكلم صح، راجل صادق يعني. تفسير ذلك ايه؟ تفسير ذلك ان انا عندي طريق تكاثر الخضري الصناعي بالتطعيم. تمام. اللي هو بيطعم البرتقال بالنارنج بقى زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا لك النارنج ما بيطلعش من البرتقال انما البرتقال بيطلع من النارنج. ماشي. سؤال رقم 9، تعد زراعة الأنسجة النباتية من أهم الطرق الحديثة لزيادة كمية المحاصيل. ألف، ما المقصود بزراعة الأنسجة النباتية؟ زراعة الأنسجة النباتية معناها إنها تقنية حديثة بتستخدم للحصول على أعداد كبيرة من أحد النباتات باستخدام جزء صغير منه. رقم ب، أذكر نوع هذا التكاثر. تكاثر خضري صناعي.
طيب رقم جي، اذكر خطوات زراعة الأنسجة في نبات البطاطس. عشان ازرع او اعمل زراعة أنسجة في نبات البطاطس محتاج افصل نسيج من قمة ساق البطاطس، بعد كده باخد النسيج ده بحطه في وسط مناسب. يعني ايه مناسب؟ يعني في غذاء وهرمونات ينفع ان هو ينمو فيه، تمام. بعد كده بينمو النبات ده او النبات الجديد اللي هينتج معايا هيوصل لحجم معين، فانا باخده بحطه في التربة ينمو بقى بشكل طبيعي مع التربة عادي خالص زي النباتات التانية، مفيش اي مشكلة. هنبدأ مع بعض اسئلة تقيس مستوى التفكير العليا. سؤال رقم 20 بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. رقم 1، اي الازهار التالية لا يمكنها تكوين ثمار مع بيان السبب. الثمار هتتكون ازاي؟ لازم يكون معايا في الزهرة دي مبيض، تمام تمام فانا عندي دي ذكر ودي انثى ودي خنثى، يعني دي فيها مبيض ودي فيها مبيض. لا يمكنها تكون ثمار، يعني ايه؟ يعني الذكر، تمام. وانا قلت لك السبب واحنا بنتكلم عشان تعرف تحلها اصلا لازم تكون عارف السبب. طيب رقم 2، اي الاجزاء الموضحه بالشكل المقابل يمكن ان تتكاثر خضريا لانتاج نبات مماثل. عشان اعمل تكاثر خضري لازم اخد جزء من النبات. طيب انا ينفع اخد اي اجزاء من المتسلط عليهم دول؟ دول كلهم اعضاء في النبته جوه. طيب انا عشان اخد جزء كبير لازم اخد حاجه غير اللي متشاور عليها فوق. طب انا مش فاضل لي حاجه غير الدي، تمام. رقم 21، ماذا يحدث لو 1 فقدت الزهره الكاس. رقم 1، فقدت الزهره الكاس قبل تفتحها، ايه اللي هيحصل؟ الكاس ده بيعمل ايه؟ بيحمي الاجزاء الداخليه للزهره. طب هو مش موجود، اكيد الاجزاء الداخليه هتحصل لها ضرر او تلف كبير، تمام. رقم 2، كانت مياسم الازهار ذات تلقيح الهوائي جافة، إلا يحصل المياسم مش هتقدر تلتقط حبوب اللقاح دي، فبالتالي مش هيحصل تلقيح. رقم 3، لم يتحلل طرف أنبوب اللقاح بعد الإنبات، إلا يحصل مش هيحصل إخصاب. رقم 4، لم يتم ربط الطعم بالأصل بإحكام، إلا يحصل بدل ما مش حصل التصاق كامل بين الطعم والأصل، فبالتالي مش هقدر أحصل على نبات جديد لعدم حصول الطعم على الغذاء الكافي من الاصل، تمام. رقم 22، في دراستنا شجره من النخيل. رقم 22، في مدرستنا شجره من النخيل وهي من الاشجار ثنائيه الجنس التي تحمل الطلع والمتاع معا، ومن الممكن ان يحدث التلقيح فيها ذاتيا حيث تنتقل حبوب اللقاح من المتك الى المياسم عن طريق الرياح، وتحتوي في مبيضها على بويضة واحدة، لذلك تحتوي ثمارها على بذرة واحدة. حدد 3 أخطاء في العبارة السابقة. هو قال لك ايه؟ شجرة من النخيل وهي من الأشجار ثنائية الجنس، هي أحادية، التي تحمل طلع ومتاع معا، هي لا إما بتحمل طلع أو متاع، تمام. ومن الممكن أن يحدث تلقيحا فيها ذاتيا، بيحصل التلقيح فيها خلطي صناعي، تمام، حيث تنتقل حبوب اللقاح من المتك الى المياسم عن طريق الرياح. احنا وصلنا انها ذاتي كنسل، يبقى على طول ايه؟ تلقيح خلطي صناعي، تمام بقى معايا كده. خلصنا حل اسئله الدرس الاول الوحده الثالثه، ومنتظرون ان شاء الله في حل الدرس الثاني الوحده الثالثه باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.